أحزن عليك لأن أنت بتحط نفسك في مواجهة مع الدولة. لابد أن الدولة تحترم. لما يتقال مفيش جمهور وهو الجمهور، هو النادي الأهلي قال مفيش جمهور ليه؟ من المشاكل اللي أنتوا عملتوها في النادي الأهلي، ومن اقتحامات ومن ترويع للنزلاء بتوع النادي وي وي وي، ما جاش كده من الباب للطاق وقال مش هدخل جمهور. وأنا بقول هذه سلوكيات مجموعة معينة بتريد إفساد القوة الناعمة للرياضة المصرية. لا يمكن تكون دي سلوكيات المجموعة كلها، ولا تبقى كارثة. لو بتكلم على انه ألتراس قالها في مصر كلها 10-15 ألف واحد، لو كل ال10-15 ألف دول كده، ده تبقى كارثة. لكن انا متأكد انه مش كده. انا متأكد ان في مجموعة بعينها ترغب باستمرار في تصدير الإزعاج والإنزعاج لمصرنا الجميلة في مواقف رياضية مختلفة مفترض فيها أن تكون الرياضة هي اللغة الجميلة في مصر. خلاص النادي قال مفيش جمهور، نحترم قرار النادي. لغاية لما تبقوا لطاف وزراف وخفاف ساعتها كل الناس هتاخدكم بالأحضان. هو النادي الأهلي أو الزمالك أو غيره حابب يعني يلعب من غير جمهور؟ طبعا لا. الإجابة بالقطع طبعا لا. أما ليه بيقولوا كده؟ من كتر عمايلكم كل ما نحاول نصدقكم تصدروا لنا مشكلة. واحد يقول لي يعني أنت مش عايزنا نحضر ماتش النادي بتاعنا؟ يا أخي ما أنت بتعمل مشاكل. هو أنت لو بتحضر لطيف وخفيف وظريف حد النادي بتاعك هيقول مش عايزك؟ مش ممكن هتحصل. لكن النادي قدم السبت والحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعة وساب لك السبت تقدمه، ما قدمتوش حتى السبت ما قدمتوش. وبالتالي بالفعل انا بتفق مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة انه بالفعل هذه الامور تعوق عودة الجماهير. كل ما نقرب ونقول يلا يعملوا لنا مشكلة يأخرونا لورا كيلومترات. احنا قلنا في الأدوار النهائية في الكاس بنسعى ان يبقى فيه جمهور، ومن ثم مع نجاح التجربة بمشيئة الرحمن هيبقى من الموسم القادم هيبقى جمهور طبيعي جدا جدا موجود في المدرجات دوري عام وكاس وغيره. احنا قلنا السنة دي الدور الثاني صعب ان ندخل الجمهور. ليه؟ مش هيبقى فيه تكافؤ فرص. الفرق اللي لعبت على ملعبها بدون جمهور ما ينفعش تلعب على ملعب المنافس بجمهور. اذا اتلغى تكافؤ الفرص، عشان كده قلنا بلاها دوري. لكن الكاس مفيش مشكله، الكاس على ملاعب محايده مباراه واحده. فالكلام على انه الادوار النهائيه تلعب بجمهور، بس ساعدونا مدوا لنا يد العون. مش عايز